السلام عليكم يا حلوين. هلا بناء على الاسئله اللي اجت انبوكس انه صار ليش عم بلش بالريزونانس من هون لهون، ليش مش مثلا ما حطيتي هالستراكشر هيك وما حطيتيها هيك، يعني في حسيت شوي في مسكونسبشن بالموضوع، فقلت خليني ارجع اصور الفيديو بطريقه تانية، بلكي ان شاء الله شو اسمه بيمشي الحال عند الكل. تمام، هلا رح اعطي شويه نوتات بناء على الاسئله اللي اجت، وباخر الفيديو رح اشرح بس فكره جديده اللي هي البنزين رينج، شرحتها بالفيديو قبل بس لانه شلته بدي ارجع انزله مره تانية، فباخر شيء رح احطه. اوكي، اللي هي البارا والميتا والاورثو بوزيشنز. طيب اول نقطه بدي ارجع اعطيها اللي هي فكره البولر والنون بولر، البولر بونز والنون بولر. باول فيديو في كذا حدا صار ملاحظ انه انا باول فيديو ايش قلت، قلت البولر بونز هن الديفرنس بالالكترونيجاتيفيتي بتراوح بين 0 و 0.5، ومع النون بولر هي بين 0.5 و 2. هذا الشيء غلط، انا شقلبتهم، انا شقلبت بين اليمين واليسار، بس كشرح كله تمام، بس انه هيدي انتبهوا لها. البولر بونز عاده بتراوحوا بين الدلتا اي ان، يعني الدلتا اي ان بالديفرنس بالالكترونيجاتيفيتي بتراوح بين 0.5 و 2، وهون الدلتا اي ان بتراوح بين 0 و 0.5. اوكي، انتبهوا لهيدي، بس كل شيء كشرح تمام. قلت لكم انا كل ما يزيد عن الديفرنس بالالكترونيجاتيفيتي، واخذنا اكزامبل اتش اي الاتش اف الاتش سي ال اتسترا، كل ما عم يزيد الديفرنس بالالكترونيجاتيفيتي عم يزيد البولاريتي لهذا البوند. تمام، طيب هلا النوتات اللي بدي اعطيها بالنسبه كمان للفورمال تشارجز. الفورمال تشارجز كمان اعطيتكم انا طريقه سريعه حتى تعرفوا انتم هيدي الفورمال تشارج بالذات للنيتروجين والاكسجين هن اهم شيء بيمرقوا معنا. تعرفون الفورمال تشارج على السريع بلا ما تحسبوا والله فالنس الكترونز ماينس نون بوندينج ماينس النمبر اوف بوندز اتسترا، خلص عملوا هيدي الطريقه، بس في لها شروطه. يعني النيتروجين، نيتروجين اذا كانت عامله 3 بوندز بس عليا لون بير، انتبهوا عليا 1 لون بير، يعني بهالشكل لازم يكون لها. اذا كانت عامله هذا الشكل حتى لو باي بوند ما مشكله، حتى لو باي بوند بدل هيدا مثلا ما ازمه، هو 3 بوندز عم احكي. اوكي، بس تكون عامله 3 بوندز وعندها 1 لون بير بتكون الفورمال تشارج لها 0. بس كانت عامله 2 بوندز هيك لحالها، اول شيء هيدا غلط، النيتروجين ما بتعمل اقل من اوكتيت، النيتروجين والاكسجين بدكم حافظوا دائما على الاوكتيت. اوكي، بس اذا بدكم قد الفورمال تشارج لها هيدا بيكون بوزيتيف بلس 1. تمام، طيب نحن حفظنا دائما بس يكون عند اقل من 3 بوندز بتكون الفورمال تشارج لها نيجاتيف، بس باي كونديشن بدي يكون عندها 2 لون بيرز، 2 يعني 2 بونز 2 لون بيرز بصير عندها نيتروجين نيجاتيف فورمال تشارج. اوكي، اما اذا عملنا 4 بونز يعني هيدا تحول لبوند رابع، يعني صار عندي 4 من هون بوند ومن هون بوند ومن هون بوند ومن هون بوند، خلص ما عندها ولا لون بير، صارت هيدي الفورمال تشارج لها بوزيتيف 1 بوزيتيف يعني. اوكي، نفس الفكره بتطبق على الاكسجين، الاكسجين بتعمل 2 بونز، شرط انه يكون عندها 2 لون بير، يعني هيك هيك هذا الشكل الفورمال تشارج لها بيكون زيرو. طيب اذا عملت اكثر، يعني اذا عملت مثلا 3 بوندز يعني هذا تحول لبوند، ساعتها بيصير الفورمال تشارج لها بوزيتيف، بس شو بعد عندها لون بير، شايفين بعد عندها واحد، مش يروح كمان هيدا وقلب بصير ما نطبق الاوكتيت، انتبهوا لي لازم تكون طبقه الاوكتيت وبتطبقوا هيدا الرول. طيب اذا كان عنده مثلا بس 1 بوند، بس اذا كانت عامل بس 1 بوند يعني هيك هيك مثلا، بدي يكون ساعتها مش بس 2 لون بيرز، بدي يكون عندها 3 لون بيرز، يعني هيك 3 لون بيرز مع 1 بوند بيعطيني نيجاتيف تشارج على الاكسجين. كنت دائما تبهوري على الاوكتيت. ليكو بالريزونانس قواعدها، اول شيء ممنوع تحركوا سيجما بوند ابدا، ممنوع تغيروا اتومز ابدا، مواقع اتومز ما بيتغيروا، اتومز بضل مثل ما هن، الوحيد اللي بيتغير هو الباي بوند واللون بيرز او نيجاتيف، يعني اللون بيرز المطرح ما فيه فائض بالالكترونز. اوكي، بدكم تحافظوا على الاوكتيت، اهم شيء الاوكتيت، الوحيد اللي بتقدر تتخط سوري بتقدر تعمل اقل من اوكتيت هي الكربون، الكربون عاده لازم تعمل 4 بوندز. اوكي، لازم يكون حوالي 8 الكترونز، يعني اذا صار حواليها 6 بتصير كربوكاتاين، منها هالازمه يعني بتمرق، بس تحطه اقل من اوكتيت على الاكسجين والنيتروجين وهالقصص لا ممنوع ابدا، انتبهوا لهيدي الفكره. تمام، شو بعد في اشي بدي اعطيكم اياها؟ بس هودي هلا، بس اتذكر شو برجع بمرق لكم اياهم. طيب تعالوا نراجع هلا ليكو الطريقه اللي رح امشي فيها بكل فيديو، انا رح راجع اشي قبل، افكار قبل، بالذات الاشياء المهمه وبلش فيه حتى هيك نعمل ريفيجن وعد التكرار بيثبتوا المعلومات. اوكي، طيب اول شيء رح نراجع الكونجوجيت سيستمز اللي هن عباره عن 6، يلا قولوا معي. اول شيء عنا امشوا بالاوردر اللي عم قوله، باي سيجما بلس نيجاتيف سيجما باي لون بير سيجما باي باي سيجما باي باي سيجما راديكال
لامبير سيجما بلس. اوكي ليش عملتوا بالاوردر؟ حتى تعرفوا من وين عم ينتقل الالكترونز. يعني اذا شفتوا انتم عندكم مثلا هذا الاستراكشر، يا بس شيل هيدا احسن ما تفكروا معه. طلع مثلا عندي هذا الاستراكشر، حطول بفيديو سوري بس لانه عن جد يعني بخاف انه تكونوا فهمانين شيء غلط وتقوم يروح عليكم هودي العلامات هيك على الفاضي بالامتحان. فمن هلا خلينا نوضح الامور احسن. طلع مثلا عندي هذا الاستراكشر، ما بقوم بلش من الباي، مش بحرك الباي لهون وهيدي شو بصير فيها؟ يعني بتصير هذه الكربون كم الكترون حواليها؟ هذا شيء غلط. الاوردر قلت لكم اياه هو نيجاتيف سيجما باي، يعني ببلش عند النيجاتيف، بينزل هيدا النيجاتيف لهون، هيدا لومبير بينزل لهون هيك بصير باي. بالمقابل صارت السي هون يي عامل 5 بونس، دغري بيهرب مين؟ الباي الثاني. لوين بده يهرب؟ لفوق. لوين؟ ما بيهرب لهون ولا لهون، بيهرب دغري على السي اللي حده اللي هي هاي، يعني بصير عندي هون. اوكي طيب تعال ناخذ اكزامبل عليها. مثلا هيدا السؤال اجا، هيدا السؤال بطلع فيه عندي هون كم ريزونس ممكن يطلع عندي. بطلع اول شيء على الكونجكيت ديستنس اللي عندي اياه هون، عندي مثلا باي، حتى لو تريبل بوند هذا يعتبر باي. اوكي باي سيجما نيجاتيف، بس بمشي فيها بالاوردر اللي انا علمتكم عليه، مش انا يعني انه بمعنى الاوردر اللي عم اقول لكم عليه حتى ما تضيعوا. دائما ببلش من عند النيجاتيف، دائما من عند النيجاتيف، حالكم تحفظوها بقى من النيجاتيف. في اخذ بهالطريق امشي بهالطريق، وفي امشي بهالطريق صح ولا لا؟ مش في امشي بهالطريق كمان، ما في هون عندي كونجكيت سيستم يحول نيجاتيف سيجما باي، مش هذا كونجكيتد سيستم؟ سو بيصير عندي ديريكولايزيشن. كيف بتصير القصه؟ حنبلش باول طريق اللي هو تو ذا رايت مثلا. يلا هيدا النيجاتيف، هيدا الامبير بينزل لوين؟ لهون، صار باي. طيب هيدا السي كم كم بون صارت عامله؟ انتم امشوا فيها بالمنطق، كم بون صارت عامله؟ صارت عامله 5. منو منطقي، قلت لكم ممنوع تخطوا الاوكتت. فهيدا لوين بيطلع؟ بيطلع لهون، يعني بصير هيك شكله CH3 CH2 CH double bond C double bond and lone pair، وما تنسوا lone pair اللي اجا جديد عليها. اوكي فهمتوا كيف؟ طيب نيجي للستركتشر الثاني، الطريقة الثانية كمان بنبلش من عند الباي، مش ببلش من عند هيدي. إذا نزلت هيدا لهون هيدا السي شو بصير فيها؟ يعني لو بده يهرب النيجاتيف يعني، تمام؟ سو بلش من عند النيجاتيف، نزله لهون، أم شو بيصير بهيدي السي؟ صارت السي صارت عاملة 5 بونز، دغري مين بيهرب؟ الباي بوند اللي فوقها، بيهرب لوين؟ لعند السي هيدي. أوكي؟ سو بصير هيك شكله سي اتش 3 سي سي اتش 2، ما ننسى هون هيدي، يا حتى تسرق على هيداك. أوكي هيك سي اتش سي ان هيك، مش كم سي كان عندي هون؟ بلا 3 كان عندي، 2. طيب هيك بصير شكله، هيك بصير شكله. اوكي هيك بكون خلص. لحظة شوي، في ناس ممكن تقول انه صار طلع بهيدا الستركشر، مش عندي هون باي سيجما باي، مش هيدا كونجكيت سيستم؟ ايه صح كونجكيت سيستم، في سي ريزونانس هون، ايه بصير ريزونانس. طيب انتبهوا طلعوا منيح، بصير ريزونانس بس في له حكم لإله، يعني هيدا في يجيبه لهون بيقوم هيدا الباي بيطلع لهون. أم حصلنا على أي ستراكشر؟ هيدي الستراكشر ما غير لنفسها، ما هي ذاتها، يعني إذا جبته أنا لهون طلعوا، طلع الفكرة، إذا جبت أنا هيدا لهون صار عندي أنا شو هون؟ باي، صح ولا لا؟ بالمقابل هيدا بده يهرب دغري لأنه صار في عندي السي عاملة 5 بونز، بيهرب أز الأمبير ونيجاتيف، مش هيدا هو ذاته هيدا؟ رجع نفس نفس الريزونانس كونتريبيوتر، ليك ما بحسبه أز ريزونانس كونتريبيوتر، ما هو حياتين نفس الستراكشر الأصلية. طيب، في ناس ممكن تقول سارة ليش ما شلتي هيدا حطيتيه هون؟ تعالوا نجرب نشيله. لو وصلكم ليش تعرف كيف تعرفوا غلطكم؟ اذا شلت هيدا حطيته هون ام هيدا هرب لوين؟ سوري ام هيدا هرب لوين؟ لهون، تمام. اول شغله هيدي صارت هون كم بون صارت عامله؟ تخطت الاوكتيت، هي اول شغله. تاني شغله هون اذا تطلع على هيدي هون الان كم صار عندها هون كم الكترون حواليها؟ عندها 1 2 هودي اللومبيرات، اوكي، وضل عندها بوندين، يعني عندها 6 اقل من اوكتيت، هذا شيء غلط، هذه كليا غلط ممنوع تعملوها. اوكي انتبهوا لها، ممنوع تتخطوا الاوكتيت، ممنوع، والناتج والاكسج ممنوع يكونوا اقل من اوكتيت. طيب نجي لهذا الاكزامبل، ايه صح ده هون هذا الهدف من هذا الاكزامبل، انه اقولكم عن طريقه سريعه كيف تعرفوا الريزن كونتريبيوتر، لانه بعدين اذا بدنا نقارن مثلا ازيدتي وبازيدتي اقعد ارسم انا هيدي والله هيدا عم ينزل وهيدا عم يطلع وشوف كم ريزونس عم يطلع عندي، هو راح عليكم يعني الامتحان والوقت راح عليكم. فعلى السريع
عنده كم conjugated system عندي بتعرفوا دغري. مثلا هون هيدا conjugated system ليكو لومبير سيجما باي هيدا conjugated system. طيب باي سيجما باي هيدا conjugated system. بيرجع باي سيجما positive charge هيدا conjugated system. اوكي صار عندي ثلاثة، لازم يطلع معي ثلاثة resonance contributors. بدكم تشوفون تعالوا نشوفون يلا تعالوا نعمل resonance. انا هدفي من هذا الفيديو تقولكم مرنكم على resonance لانه كتير عم يساعد misconceptions. طيب من وين نبلش يا حلوين؟ بلش من البلاس ولا من اللومبير؟ من اللومبير دائما بس تشوفوا اللومبير والنيجاتيف بلشوا من عندهم. اوكي فيكم تبلشوا مثلا هذا الباي بينزل لهون بيجي هذا بينزل لهون بيجي هذا بينزل لهون يعني بترجعوا رجوع ساعتها انا رياء. لا بلشوا من اللومبير هيك بتمشوا هيك نظامي. يعني اول شيء هيدا لوين بده ينزل؟ هيدا اللومبير بده ينزل سوري اوكي هذا اللومبير لوين بده ينزل؟ بده ينزل لهون صح ولا لا؟ صار عندي باي بوند هون ام هيدا لوين بده يهرب؟ بده يهرب لهون. يعني كيف الستركشر بيصير عندي؟ خلص مش حرجع ارسم الستركشر احسن ما اخذ وقت على الفاضي. المهم هيدا نزل او هيدا طلع. بس انتبهوا شو بيصير عندي هون؟ الفورمال تشارج للاكسجين بتصير بوزيتيف. ليش؟ لان صارت عامله 3 بوندز، وحده مع السي هيدي واثنين مع هيدي السي، صار عندها فورمال تشارج بوزيتيف. اوكي صح. حشيل هيدا الباي بوند هلا اللي هون حتى احطه فوق. اوكي نحط هلا فوق تمام. صار عندي انا هون هيدا هيك شكله. هيدا مش conjugated system؟ هيدا negative sigma pi؟ ايه صح conjugated system. شو بصير عندي؟ بتنزل هيدا اللومبير لهون بصير pi، بالمقابل هيدا بيهرب لوين؟ لهون تمام. طيب حشيله كمان للباي حتى ما نضيع بالرسم عشان ما اخذ ارسمها مرة تانية. حشيله حطه هيك. اوكي هقدر حطه هيدا هيك وهون negative charge. اوكي هيدا بنسى الباي بوند اللي صار هون. طيب هيدا negative charge مش هيدا conjugated system كمان؟ negative يعني لومبير سيجما بلس هذا اخر حاله قلناها. سو هذا بينزل دغري لهون بيصير عندي دغري بس الباي بوند. ييه بطل يكتب هيدا. بيصير عندي دغري انا هون الباي بوند. اوكي هيك خلصت. بتروح البلس هون ساعتها بتروح البلس وهيدي بتروح منها هيك الماينس. خلص صار هيك كامل. طيب هل حافظنا احنا على الفورمال تشارج التوتال فورمال تشارج؟ ايه. هل حافظنا على الاوكتيت؟ ليش لحظه ليش ايه؟ لانه هون هي طلعت البلس عندي هون، كان في عندي بلس انا اوليتها هون، يعني كان توتال فورمال تشارج هو بلس 1 وبعده بلس 1 نتيجه الاكسجين اللي عامله هون 3 بونز. هل حافظنا على الاوكتيت؟ ايه حافظنا على الاوكتيت. هل حافظنا مثلا انه ما غيرنا سيجما ما غيرنا مواقع اتومز؟ ايه كله تمام. خلص هذا هو اللي بيطلع عندي 3 ريزونانس كونتريبيوترز. اوكي؟ طيب بنجي لهيدا الاكزام. اوكي هيدا مش اكزامبل على الريزونانس بس هيدا كمان سالت عليه انه يا ساره كيف ترسمي هيدي الشغله؟ كيف بدي ارسمها؟ قال لي الفكره اللي ضيعتهم هن هون وهون. كيف بنرسمها هيدي؟ بتطلع انا هون عندي عدوا بونز، عدوا بونز دائما بالرسمه اي رسم بكون اسمه عدوا بونز. مثلا هيدي السي طلعوا لي هيدا السي دائما الكربون بتعمل 4 بونز. طيب عامله واحد مع الهيدروجين هيدي وعملة واحد مع هيدي السي اللي هي وصلتها مع هيدي كل هاي الستركتشر. اوكي قد ايه ضل لها؟ 2. طب حطيت لي هون سي اتش 3 موجوده مرتين، شو يعني؟ مش عارف شو يعني، مش يعني عندها برانش، يعني هون بدي ارسمها هيك. بحط اول شيء السي هيدي الاصليه، هيدي السي عندها اتش. اوكي او مش حاطها هيك، خلص بحطها مع اتش دغري حدها هيدي مثل ما هي نزلتها لهون. اوكي اوكي سي اتش سي اتش 2 هاي سي بجاب كافيه، بس انه هودي مش عندي 2 بوزعن سي اتش 3 وسي اتش 3 خلصت. طيب نجي لهيدي السي، هيدي السي اتش او. النوت اللي حنعطيها هون الاو لحالها ما في حدا اتش، يعني هون ما عم نحكي عن الكحول، ما بحط انا هيك، ما بحط سي اتش واو اتش، هذا الشيء غلط. والشيء اللي بدلني انه هي غلط انه هون السي عامله 3 بونز وهي ما عليها بلس تشارج، يعني منا لو عليها بلس كنت اوكي كنت تركتها هيك، بالعكس هيك كانت صح، حط عليها بلس وخلصنا، كان صارت كربوكاتيون لانه، اوكي؟ بس ما حطت لي، يعني هي نيوترال، هي عامله 4 بونز اصلا. طب 4 بونز كيف انا خليتها تعمل 3؟ ما هيدا الستركشر تاعتي غلط. سو الستركشر الصح هي انه انا احط هون اتش وعامله دبل بوند مع الاو، ليكو لا الاو عندها فورمال تشارج ولا سي عندها فورمال تشارج، وهي سي صارت عامله 4 بونز كل شيء تمام. اوكي انتبهوا لها، بس احط لكم اتش حدا ساعتها بدي احط لكم هون 2. اوكي؟ طيب نجي لهيدي، ستابيليتي لهيدي، هيدي هينة مبينة. قلنا بالستابيليتي كل ما كان عندي انا مور ريزونانس كونتريبيوتر، تعالوا نرجع ندرس على الستابيليتي، على السريع يلا. الاتوميك سايز، بالنسبة للاتوميك سايز عندنا نحن دائما بالستابيليتي عندي 2 كيسز بدي امشي، مرة بالنيجاتيف ومرة بالبوزيتيف تشارج.
بالاتوميك سايز انه احط نيجاتيف تشارج على الاكبر على الاتوم الاكبر بيكون مور ستيبل من احطه على الاتوم الاصغر. ليش؟ لانه بيصير عندي هيك مساحه انه هون تعا تعا يا الكترونز عاد عندي ما ازمه. تمام فيكم تفهموا بهالمنطق. اما بالنسبه للبوزيتيف تشارج اني احطه على الاتوم الاصغر تعطيني مور ستابيليتي مور ستيبل من انه احطه على الاتوم الاكبر. اوكي طيب بالنسبه للالكترونيجاتيف في ناس سالت شو الفرق يا ساره بين الالكترونيجاتيف والاندكتيف افكت. هلا حقلكم اياها. الالكترونيجاتيف بطبيعتها هي على الاتوم بحد ذاتها، يعني اذا حطيت انا نيجاتيف تشارج على الاتوم دائما نيجاتيف بالنيجاتيف كيس يعني بيكون عندي نيجاتيف تشارج بحب احطه على المور الكترونيجاتيف اتوم. يعني اذا خيرت اني احط نيجاتيف تشارج على الاكسجين ولا على النيتروجين اكيد بحطه على الاكسجين ما هي مور الكترونيجاتيف منه. اوكي سو يعني اذا اجى لعنده ما حتضايق قد النيتروجين. طيب انا بالبوزيتيف تشارج، البوزيتيف تشارج هي الفورمال تشارج قصدي فيها مش انه بتخطى الاوكتيت انتبهوا لها. البوزيتيف تشارج اذا خيرت اني احطها على اي اتوم بحطها عاده على المور الكترو بوزيتيف اتوم. الكترو بوزيتيف يعني اذا خيرت احطها على نيتروجين ولا الاكسجين اكيد بحطها على النيتروجين، ما النيتروجين هي اقل الكترونيجاتيف من الاكسجين سو هي مور الكترو بوزيتيف من الاكسجين. تمام طيب نجي لثالث وحده اللي هي الهايبريدايزيشن. الهايبريدايزيشن هي فكرتها كتير هينه. نحن بنعرف انه الاس بي هي مور الكترونيجاتيف من الاس بي 2 مور الكترونيجاتيف من الاس بي 3 لانه في عندي اس كاركتر بالاس بي. تمام طيب اوكي كاستابيليتي كاستابيليتي انه حط النيجاتيف تشارج على الاس بي از مور ستيبل من انه حطه على الاس بي 2 مور ستيبل من انه حطه على الاس بي 3. اما بالبوزيتيف تشارج العكس تماما، انه حط البوزيتيف تشارج على الاس بي 3 مور ستيبل من الاس بي 2 مور ستيبل من الاس بي. اوكي نيجي للاندكتيف افكت والريزونانس. الاندكتيف افكت فكرته انه قد ايه انا عم زم الالكترونز عم اسحب الكترون دنسيتي بالالكترونيجاتيف عم حطه على هالاتوم بحد ذاته هون عم شد. يعني اذا عندي مثلا هيدي الاستراكشر فرضا هذا كاربوكسيليك اسيد اوكي كاربوكسيليت ايون قصدي بطلع اذا حطيت انا هون مثلا فلورين هل الفلورين لازقه بالاو ماينس؟ لا هلا ممكن تكون لازقه بس انه بمعنى الحكي عم احكي هلا هون في يعني شوي مساحه. يعني كيف عم بتصير عمليه الاندكشن هون؟ اول شيء الفرين هي بنعرف هي كثير الكترونيجاتيف هي اول شيء بالالكترونيجاتيفيتي صح ولا الالكترونيجاتيف الالا 4 فكتير قويه فبتسحب بتسحب الكترون دنسيتي من مين؟ من هيدي الكربون سحبت منها الكترون دنسيتي. خليني ما احط الفرين هون حتى دغري ما ضل ساعه اقول هي سحبت من هي سحبت من هي حاطها هون هات الفرين هون اوكي طيب هيدي الفرين سحبت مين الكترونز شوي يعني شوي مش انسحبت الكترون كامل ولا صار ايونيك بوند سحبت شوي الكترون دنسيتي لعندها فصارت هيدي دلتا نيجاتيف وهيدي دلتا بلس. ليش دلتا بلس؟ انا خسرت شوي الكترون دنسيتي لعندها. طيب صار دلتا بلس هيدي دلتا هيدي دلتا صار هيدي الكربون صار دلتا بلس يعني بتسحب يعني حتسحب من مين؟ من الكربون اللي حدا مثلا من هيدي الكربون سحبت لما تسحب منها فبتصير هيدي دلتا بلس صح ولا لا؟ طيب هيدي دلتا بلس وهون في عندي ماينس هون يعني عندي انا فائض بالالكترونز يعني انا بوزع تعو خده اوكي طب هيدا عم تسحب منه حتزيد الثابت ولا حتقللها؟ حتزيدها ما هي عندها فائض اذا سحبت منها ما هالمشكله يعني ما رح تتاثر اوكي هيك لهيك دائما الالكترون وذرومينج جروب باي اندكتيف بتزيد لي الاستابيليتي. عرفتوا ليش؟ فهمتوها؟ اتركوا انا تفهموا احسن من انكم تحفظوا. ناخذ اكزامبل ثاني على البوزيتيف تشارج. اذا عندي بالبوزيتيف تشارج مثلا هيدي عندي هون بوزيتيف وحاطه انا حدا فلورين نفس الفكره امشوا فيها. اذا انا عندي هون مثلا هيدي الكربون شو عامل شو صاير فيها ناقصها لحرام الكترونز عامل 3 بونز ناقصها الكترونز اوكي طيب حطيت حدا انا فلورين عامله شو عملت بالكربون هيدي بالنص بهيدي الكربون شو عملت فيها سحبت منها الكترون دنسيتي فصارت هيدي دلتا بلس وهيدي صارت دلتا ماينس. طيب هيدي دلتا بلس واللي حدا دلتا بلس هلا هون اكيد بتسحب من هون بس كمان من هون بتسحب هيدي دلتا بلس صار هيدي دلتا بلس وهيدي اصلا بلس لك هيدي اصلا ناقصها وما حدا بيسحب منها ما هي اصلا ناقصها. لهيك دائما نحط الكترون وذ درومينج جروب باي اندكتيف حد بوزيتيف تشارج بيقلل لي الاستابيليتي كثير. اوكي طيب هلا فهمنا هلا هيدا رجعنا للروز تاع الاستابيليتي. نفس الشيء بفكره الريزونانس. الريزونانس دائما بس تشوفوا شيء عندي بلس دائما بالبلس بيسحبوا دائما بيسحبوا ان كان باي اندكتيف ولا باي ريزونانس بيسحبوا
بس كون عندي ماينس مثلا اكسجين عليها ماينس هذا دايما حتعطي باي. طبعا اذا كانت معلقة على اس بي 2 عم احكي اس بي 2 كاربون اوكي بتعطي باي ريزونانس بس بتسحب باي اندكتيف. يعني هاي في هيك يعني متردد هيك انه ابعت لها ولا لا يعني بتبعت بس بتضل هيك شوي تشد الكترون دنسيتي اللي عندها عرفتوا كيف بتعطي الكترونز باي ريزونانس بس بتسحب باي اندكتيف. وطبعا الاولويه ما ننسى الاولويه للريزونانس. هيك بنكون رجعنا كل الروس على السابيليتي بتمنى ما حد يضيع فينا عن جد اوكي خلص يعني لازم بقى تفهمون وعرفنا شو الفرق بين الاندكشن وبين الالكترونيجاتيف. طيب نيجي لهذا الاكزامبل. هذا الاكزامبل كتير بسيط وهين. بطلع هون كم شي 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 شو الشيء اللي عم يتغير؟ انه هون ما عندي ولا باي بوند، هون عندي واحد، هون عندي اثنين، صح ولا لا؟ طيب بيبين معكم بهيك اول ما تطلعوا يعني ما حد عم يحكي عن الريزونانس خلص مبين لا عم يقارن لي سايز ولا عم يقارن الالكترونيجاتيفيتي ولا شيء ما مبين اصلا ما في ديفرنت اتومز. عادة الالكترونيجاتيفيتي والسايز بنشوفهم بديفرنت اتومز وديفرنت تشارجز اوكي. طيب بطلع انا هون عندي هون ما عندي ريزونانس هون عندي ريزونانس وحده. ليش ريزونانس وحده؟ لانه باي سيجما بلس هذا 1 ريزونانس كونتريبيوتر نتيجه 1 كونجوجيت سيستم. هون عندي كم ريزونانس كونتريبيوتر؟ واحد هذا واحد ما ننسى هيدا اثنين ممكن هيدا هيدا ثلاثة اوكي. سو مين اكثر شيء عند ريزونانس كونتريبيوتر؟ اخر واحد هيدا هيك هيدا بيكون مور ستيبل من هيدا مور ستيبل من هيدا تمام. طيب نجي لهيدا هيدا الرسمه. كمان هيدا الرسمه سالنا عنها هون ما بدنا لا ريزونانس ولا شيء هون بس عم يسالونا نشوف اي كربون عم تعمل اس بي اس بي 3 اس بي 2 هايبريدايزيشن ونشوف اي موست بولر بوند. طيب بتطلع الفكره ما فيها الناس عم تضيع بهودي الستراكشرز بالذات هودي بس يكونوا لينير انك امتي بعرف ان في عندي كربون امتين لا. اول شيء بالمنطق تعال نشوف اول شيء الاس بي وين في عندي اس بي هايبريدايزيشن بالمنطق. بالمنطق بصراحه هل ممكن انا شي مره كتبت لكم سي عامله بوند خليني بس اكتبها هيك سي عامله بوند مع سي وكتبت لكم هيك شكله هيك شكله للتريبل بوند؟ لا تقريبا لازم يكونوا قد بعض عصاويت بعض صح ولا لا؟ طب هون هل هون بالمنطق يكون عندي هيدا تريبل بوند بتوين بس سي وسي بتوين بس هيدا السي وهيدا السي؟ لا هون عندي اربع سيات بهيدا المجموعه عندي سي هون وسي هون وسي هون وسي هون كان لازم بعد طوله حتى افرجيكم في عند اربع سيات. اصلا بالمنطق مستحيل يكون عندي هون 1 سي وقال كم بون بتصير عامله 3 من هون 2 من هون وواحد من هون صارت عامله 6 يا مشحر يعني صارت 12 الكترون حواليها. هذا الشيء غلط كليا غلط ممنوع. سو دغري ببين معكم كم كربون عندي اوكي. طيب تعال نشوف هيدي الكربون كم شو الهايبريدايزيشن تاعيتها. صرت عم فتش اول شيء انه على اس بي وين في عندي فاذا اس بي عندي هيدي اس بي هيدا الكربون اللي هون اس بي. ليش اس بي؟ بدي بطل يكتب هيدا اوكي. هون عندي انا هون اس بي صح ولا ليش اس بي؟ لانه عامله 2 باي بوندز. قلنا كل ما تكون بس تكون كربون عامله 1 باي بوند سوري ولا باي بوند بتكون اس بي 3 بس تكون عامله 1 باي بوند بتصير اس بي 2 بس تكون عامله 2 باي بوند بغض النظر دبل من هون دبل من هون او تريبل واحد تريبل بس يعني بتصير اس بي هايبريدايز. فإذا هيدي اس بي وهيدي اس بي بعد في غير اس بي؟ لا خلصوا كلهم ما عادش في عندي لا تريبل بوند ولا دبل بوند. هي ما هي دبل بوند كيف إذا دبل بوند دبل بوند؟ يعني مثلا هيدي السي عامل دبل بوند هون دبل بوند هون في عندي باي باي صار عندي 2 باي فإذا هيدي اس بي هايبريدايزد اوكي. تعال نشوف الاس بي 2. اس بي 2 دغري ببينوا معنا هيدي اس بي 2 لأنه عامل دبل بوند. هيدي اس بي 2 يعني عندها باي عند سوري عندها باي. هيدي اس بي 2 هيدي اس بي 2 هيدي اس بي 2 شايفين دغري عم بعرفهم وين في باي عم بشوف انه دغري بحطها انا دبل بوند. خلصوا هو هون الاس بي 2. تعال نشوف مثلا هلا الاس بي 3. الاس بي 3 كلهم هيدي اس بي 3 هيدي اس بي 3 هيدي اس بي 3 هيدي اس بي 3 مثلا هيدي اس بي 3 اللي هون هيدي على الطرف شو بعد في اشي هو هن هو هن. طيب بدهم هلا مين اكثر بوند هو بولر مين اكثر بولر بوند هون؟ يعني شو يعني بولر بوند؟ قلنا بعد هلا قلنا فوق يكون عندي ديفرنس بالالكترونيجاتيفيتي كثير 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 كبير اوكي. مثل وين؟ هل معقول سي بوند سي هذا يكون في ديفرنس الكترونيجاتيفيتي كبير؟ لا ما تقريبا هون زيرو عم نحكي. فتش هون دغري بالقطع هون بين الاكسجين. طيب يا حلوين نقي اكسجين مع كربون ولا اكسجين مع اتش؟ طلع تعال شوف تعال نكتبها بدي ارجع لكم اياها. اف او سي ال ان بي ار اي اس سي اي اس في شيء فوكلم ريسكات صح ولا لا؟ هيدي الرول تعلمناها. طيب مين ديفرنس اكبر؟ الاكسجين ثابته ثابته. هل ديفرنس بين اكسجين اند كربون
اكبر من الاكسجين للهيدروجين؟ لا ليكو هي هيدا اطول منه صح ولا لا؟ يعني ديفرنس اكبر. سو البولار بوند هون هو بتوين او اتش، هذا الموست بولار بوند بهيدا الستراكشر. تمام، بتمنى عن جد تكون وضحت. هيك هيك بنكون خلصنا، يعني عم نراجع كل شيء شايفين حديت هلا، كل شيء رجعناه لحديت هلا اكثر مره قلت لكم اياه. بعد في هيدا وننتقل للبنزين. طيب بهيدا الستراكشر بتطلع كمان هون عم بيسألنا عن الريزونانس كونتريبيوتورز، شو هني كم واحد بيطلع عندي وكيف برسمها. يلا تعالوا تمرن. هل ممكن هون اول شيء باين عندي دغري باي سيجما باي دغري مبين عندي هون في عندي هذا الكونجوجيت سيستم. طيب كيف ببلش برايكم؟ بنزل من هون لهون ولا من هون لهون؟ يلا تعالوا نشوف. اذا على فكره على كثره التمارين بيمشي حالكم فيها، بتصيروا سريعين فيها. اذا نزلت هيدا لهون راح هيدا الباي بون، كم الكترون صار عندي حوالين الاكسجين؟ 6. 2 لامبير، 1 1 بوند، صار عندي 6 الكترونز نقصت، بطلت اوكتترول. هذا دغري باكس عليه، ممنوع الاكسجين حالكم تحفظها، ممنوع الاكسجين والنيتروجين ينزل تحت الاوكتت، ممنوع. ممكن يصير عندهم بوزيتيف تشارج نتيجه فورمال تشارج، نتيجه عاملين 3 بوندز. اوكي بس كمان بده يكونوا طابقين الاوكتت. المهم فاذا هون ننتقل من تحت لفوق، يعني بس شيلها، يعني هيدا بيطلع هيك لهون بيصير عندي باي بوند، هيدا دغري بيهرب لوين؟ لعنده از لون بير، بيصير عنده نيجاتيف تشارج. يعني هيك بيصير شكلها هيك. طيب ما ننسى لما هيدا انتقل لهون شو صار بهيدا السي؟ صارت عامله كم بوند؟ 2 من مع الاتش وواحد مع السي، صارت عامله 3. هي كم واحد لازم تعمل؟ 4. ما صار ناقصها واحد، يعني صارت كاربوكاتيون. هي الشكل اللي لزقتها بالسي هيك، صارت كاربوكاتيون. تمام، بيرجع هيدا بينتقل لهون وهيدا بينزل لهون، بتعيد حالة السايكل، بس انه هيك يعني لازم ترسموه. طيب نجي هلا للبنزين. هيدي هي ليكو بنزين رينج، هيك بيجي شكلها. هاي بكون تتعود تحفظوها مثل اسمكم، هيدا الشكل، هيدا الشكل انه حتصيروا تحلموا فيه كتر ما رح تشوفوه. هيدا بنسميه بنزين رينج. اوكي طيب نجي هلا لانواعه، مش انواع سوري، حسب شو معلقين عليه. مثلا هون انا مثبت البي ار ليكم ثبتهم بهالبوزيشن، بس عم غير بوزيشن للان او 2. الان او 2 مره عم تكون هون، بس كانت بوجه دغري هيك بوجه بنسميها بارا بوزيشن بارا. اوكي بس كانت هيك على اطراف، يعني يا هون يا هون، بنسميها ميتا بوزيشن. وبس كانت هون او هون بنسميها اورثو بوزيشن. اوكي بس بتكون شيء ثابت، مش تحطوا لي بنزين رينج هيك لحالها، هيدي البنزين لحالها هيك هون بي ار، يعني خلص صارت اورثو، ما هيدي في اعتبرها اي شيء. اوكي طيب هلا النقطة اللي بدي مرق لكم اياها هون، انه نحن نعرف الالكترون دائما الان او 2 بالذات هذا الاكزامبل صار ما يلقى معنا كثير. الان او 2 هي عباره عن الكترون وذدروينج جروب باي اندكتيف وباي ريزونانس، صح ولا لا؟ هذا الشيء حفظناها. ليش؟ لانه اذا ترسم الستركتشر للان او 2 بتيجي هيك شكلها، مثلا معلقه على الرينج من هون، في عندي او هون، في عندي او ماينس هون، هيك بيجي شكلها، هذا البوند اللي رابطها مع الرينج. اوكي؟ طيب هيدي الان بتصير فورمولا تشارج لها بلس، ليش بلس؟ انا صارت عامله 4 بوندز. فإذا هي بتسحب باي اندكشن وباي ريزونانس، ليش باي ريزونانس؟ لأنها بتسحب إذا كنت معلقة على اس بي 2 طبعا، أوكي إذا كنت معلقة على اس بي 2. المهم فإذا هيدي هلا هون، بس شيل هيدي، أوكي. هلا رح نشوف كل وحدة كيف الأن أو 2 عم تسحب، مرة رح تسحب باي اندكشن، مرة رح تسحب باي ريزونانس، مرة رح تسحب بالاثنين، أوكي سوري مرة رح تسحب باي اندكتيف، مرة رح تسحب باي اثنين. بنبلش اول شيء بالبارا. بالبارا بوزيشن مثلا عندي انا هيدا الستركتشر، خليني بلا ما احط الايه، رح احط الاكسجين، خليني احط الاو اتش بس حتى افرجيكم كيف عم تصير ريزونانس. اوكي طيب طلعوا في عندي انا هون الان وهيدا الاو وهيدا الاو ماينس، ما ننسى عندنا هون هيدا الستركتشر هيك. طيب كيف بتصير عملية الريزونانس؟ يلا هيك عم نراجع الريزونانس بنفس الوقت عم نشوف الفكرة الجديدة. في بس اطلع فيها احذر وين عم تصير. أول شي هيدا conjugate system لون بير سيجما باي، باي سيجما باي، وباي سيجما بلس، هيدا يعتبر conjugate system. أوكي؟ في بعد كافية بهالرينج بهالطريقة، بس إنه هلا بس بدي أشرح لكم الفكرة لعنه.
بطلع لومبير نزل لهون بالمقابل هذا شو صار فيه طلع لهون طبعا ما ننسى هون صارت بلس اوكي الاكسجين طيب لما طلع هذا اللومبير لهون بيرجع هذا بينزل لهون بيصير از باي بوند بالمقابل هذا بده يطلع لوين لهون اوكي طيب بس طلع هذا لهون هي بس ارجع عيدها لون عجقت الصوره على الاخر يعني حتى انا ضعت صراحه ضن فيها حتى ما كنت عم اقول شيء غلط اوكي بنطلع هذا نزل لهون صار عندي باي بوند بالمقابل هذا دغري هرب اوكي هرب لوين لعند الكربون صار قاعد هون نيجاتيف تشارج طيب هيدا كونجوجيتد سيستم ليش لانه اللومبير سيجما باي طيب بينزل هيدا اللومبير لهون از باي بوند بالمقابل هيدا بده يهرب صح خليني محيه حتى ما نضيع طيب بس هرب صار لوين صار هون موجود هون نيجاتيف تشارج طيب مش هيدا كونجوجيتد سيستم لومبير سيجما بلس ايه فاذا هذا بده يصير باي بوند هون وهذا بالمقابل رح ينكسر يقعد وين على هيدا اوكي تعال نشوف الفورمال تشارج هل بعدها كونزيرفت ايه ما انا هون صار عندي بلس لان صار عندي هون الاو عامل 3 بونز هون صار عندي ماينس ماينس صار عندي بلس صار واحد ماينس صار عندي بس ماينس وهي اصلا بلشنا فيها بس ماينس ليش لان في عندي الان اوتو ماينس فيها هون ماينس تشارج سو هون بعدها الفورمال تشارج كونزيرفت كله مطبق اوكتيت رول وتمام اوكي انتبهتوا كيف يعني هيدي هون الان اوتو فاتت بالرزنس سو انا هون بحط شو ماينس اي ماينس ار كلمة ماينس اي شو قلنا يعني؟ يعني هي بتسحب كلمة ماينس يعني بتسحب باي اندكشن، اوكي؟ ماينس ار يعني بتسحب باي ريزونانس، او في حتى ماينس ام كمان يعني ماينس ميزوميريك افكت، اوكي؟ يعني ماينس كلمة ريزونانس هي ذاتها ميزوميريك افكت. طيب تعال نشوف مثلا هلا فكرة الميتا بوزيشن. بالميتا بوزيشن لا بتتغير عند الفكرة. بتتغير عند بيتغير عند الكونسبت، ليك شو بيصير عندي. طلع عندي انا هون هالمرة على الميتا بوزيشن قاعدة طيب نزل هيدا اللومبير لهون صار عندي انا باي بوند اوكي خليني اجسم من هالميل بس لحتى ما لف لفة كاملة فيكم ترسموا هيك بس انه حتى ما لف لفة كاملة بس مش اكتر حتى هون هيدا هيك هيدا هيك وهيدا هيك تمام طيب نزل هيدا لهون بالمقابل هيدا الباي شو حيصير فيه حيهرب لوين لهون صح ولا لا خلينا نشيله لانه هرب هرب از شو؟ از لومبير طيب هيدا اللومبير هل هو كونجيكيتد مع هيدا البلس مثل فوق؟ اللي فوق ليكو كونجيكيتد مع ليكو هون كان هون صار عندي وقتها لومبير هيدا هون هي لومبير سيجما بلس صار عندي ريزونانس بس هل هيدا هون كونجيكيتد؟ لا ليش؟ ليكو لومبير سيجما بلس انا شو قلت لكم فوق كم مره حذركم بالريزونانس لازم يكون عندي بس 1 سيجما يعني لازم يكون عندي لومبير سيجما بلس مش 2 سيجما مش هيدا وهيدا صار هون بالميتا بوزيشن ما بتكفي الريزونانس لهون لا بتكفي لوين لقلب الرينج يعني بصير عندي انا هون هيدا لومبير بطل تنشال هيدا لومبير ما غيره اوكي بينزل لهون بالمقابل هيدا بيطلع لوين لهون ما بتكفي على هيدا هيدا ما بتفوت فيها فاذا هون الان اوتو بتصير شو بتسحب باي اندكتيف بس ما خاصه بالريزونانس لا بتسحب باي ريزونانس ولا بتعطي باي ريزونانس بس باي اندكشن لانه عندها بوزيتيف تشارج ما ننساها اوكي شفتوا لو نيتروجين لحالها هيك نيتروجين لحالها مع عليها مثلا اتش 2 كانت بتعطي باي اندكشن انتبهوا لهيدا بنيجي للاورثو بوزيشن اللي هي اخر وحده وبنوقف الاورثو بوزيشن ليكو بالأورثو بوزيشن أول شي عندي هون ما ننسى اللومبير بينزل هيدا لهون بصير عندي باي بوند بالمقابل هيدا الباي بده يطلع فحمحيه بيطلع لوين؟ لهون هل هيدا كونجوكيتد مع النيتروجين؟ يس ليش عندي لومبير سيجما بلس دغري بيعمل ريزونانس وبتكفي سو هون بتصير هيدي الأن أو 2 بتسحب باي اندكتيف وباي ريزونانس بس بالميتا بوزيشن ما بتسحب باي ريزونانس وعرفتوا ليش بعتقد فيكم تحفظوها فيكم خلص ضلكم فهمانين هيك هيك بنكون خلص هذا الفيديو بتمنى عن جد يكونوا راحوا كده المسكونسبشنز انا قصدا محيت هذاك الفيديو رجعت نزلته بس لحتى اوضح لكم لانه ما كنت موضحه انه كيف من وين لازم تبلشوا بالرزنس هيك بعتقد ان شاء الله تكون وضحت اوكي
وأي استفسارات، أي سؤال، أي أسئلة فيكم.